السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. أنا الحصة الرابعة أقوم تعلماتي، فكما قلت لكم دائما تستعملوا الطريقة اللي كنقول لكم غادي تكونوا متمكنين من هاد الدروس ديال الزوايا. ألاحظوا إجابات مريم ثم أحدد وأصحح الأخطاء التي ارتكبتها. لعندنا هنا هادي بعدا شنو هي هادي أ أو بي، فمن خلال المثلث أو المزوات فعندنا هنايا ماشي قائمة، هادي زاوية حادة، هاي صغيرة ما واصلش 90، فهي زاوية حادة. إذا هنا زاوية قائمة، لا خصو سميتها زاوية حادة، أونجل إيكو سي سا وي أونجل إيكو. غير الفرنسية عندنا أونجل إيكو، وي سي سا أونجل إيكو، تبقى هي هاديك أونجل، خاصك نعرفو بالفرنسي، خاصك تعرفو بالفرنسي والعربية. زاوية حادة هي أونجل إيكو كوم سا. هنايا هاو درنا المثلث لقيناها زاوية منفرجة، فاتت 90 منفرجة، فهي زاوية حادة، لا زاوية زاوية منفرجة، زاوية منفرجة هي بحال هادي، ها زاوية منفرجة بحال هاد التسمية، زاوية منفرجة. هنا أونجل دغوات بالفرنسية لا تاني دايرين زاوية قائمة، لا خاصها تكون أونجل أوبتيس أوبتي، اسمك كتقراش أونجل أوبتي هاكم سا. ثم بقات الأخرانية هي أ أو بي، فحطوا المثلث عليها ها فلقاوها كتساوي 90، إذا زاوية قائمة. نقول هنا زاوية زاوية قائمة، واللي هي زاوية اللي هي أونجل دغوا داكوغ. ادعى ياسين أن المثلث أ بي سي، أ بي سي، فهمها مزيان، أ بي سي الرأس ديالو فين هو؟ هو بي، هو هذا، فهمتي؟ أ بي سي اللي هو هذا الرأس ديالو، قلنا هو بي اللي كيكون الوسط هو الرأس زعما. قائم الزاوية، واش هو قائم الزاوية؟ لا، قائم الزاوية في السي ماشي في بي، إذا هناك الخطأ. أ بي سي خصها تكون هي أ سي بي، أ سي بي باش نقولو قائم الزاوية في سي، أ سي بي، أما أ بي سي فهو غير قائم الزاوية في بي، لا، قائم الزاوية ومتساوي الساقين، متساوي الساقين، نعم أ سي تساوي سي بي، قائم أ مستقيم. أتأكدوا من ذلك باستعمال الأدوات اللازمة. أمشي سيدي، البي راه هذا كتعتبر خطأ، هذا راه ماقدرش واحد يقولك لا راه هو قائم الزاوية هنا ومتساوي الساقين ولكن راه قال قائم الزاوية فين؟ وفي السي، راه الزاوية كيحدد لك فين الرأس الزاوية لا يكون قائم فيها، راه ما قالكش هو أ سي بي، لا قالك أ سي بي، لا كتب لك أ سي بي، ملي كيحدد لك هو السي هي لا يكون قائم الزاوية فيها، ديك الساعة حاجة أخرى. تاني غنقولو شوفوا هنا واش عندنا قائم الزاوية في بي، ف كتساوي غير 40، الزاوية هي أ بي سي، أ بي سي كتساوي غير 40، كتساوي غير 40، كتساوي 96. إذا نقولو أ بي سي تساوي 40 وليس 90، فأ بي سي هنا هادي هي كتساوي لنا غير 40 ماشي 90، وبالتالي استنتج وبالتالي فالمثلث أ بي سي ليس قائم الزاوية في بي، ما يكونش قائم الزاوية في بي، صافي. هنا أنشأ أحمد الشكل التالي دون استعمال الأدوات اللازمة أعيد ورسمه بكل دقة. هو رسمو لنا ولكن رسمو بكل دقة. شنو غنديرو سيدي؟ غنجيبو مسطرة وغادي ناخدو أول ضلع هو أ سي أو اللي هو مستقيم، هاهي أ النقطة، نديرو النقطة هي الأولى بعدا، أول دائما كنبداو بنقطة أ، هاهي عندنا أ سي كتساوي شحال؟ 4 سنتيمتر، واحد جوج ثلاثة أربعة، ها أربعة، إذا هادي أربعة،
و او واحد هنا هي او. عندنا ا والسي قلنا هي هذه هنا اكتبي 4 سنتيمتر. وعندنا قائم الزاويه فين؟ في ا. هنا قائم الزاويه في ا. نجيبو غير المثلث مسوات ونشوفو قائم الزاويه هو هو ونشوفو شحال عندو ما بين ا و بي 3 سنتيمتر. شوفي هنا 3 ها 1 ها 2 ها 3 ها 3 ونقولو هذا هو النقطة بي. هنا نديرو 3 سنتيمتر هوك. إذا هنا كما قلنا راه قائم الزاوية. إذا بقاتنا هو شكون اللي بقاتنا؟ بقاتنا بي مع سي، غيمر من سي. غنديرو هكايا ونمروه من سي وطويل غادي تيوصل ضلع دي. ها هو دي. إذا ها هو. إذا ها هي هنايا بلا ما نعبروها فهي كتساوي 36 درجة. بلا ما نعبروها ولا جينا برا الجواب الصح كتساوي 36 درجة. عطاتنا لا عطاتنا أكثر. هما شنو باغيين؟ هما باغيين غير 36. سي صاع هذا ما كانش خصنا نرسموه هكا، خصنا حتى نعبرو. نديرو القياس ديال الزاوية سمحوا لي. إذا هنا فهمنا الخطأ ديالو هما علاش؟ خصو يدير هكايا أو يدير هكايا، يجيب في رأس الزاوية هنا هاهي، ويجيب هذا فوق الضلع هنا هكذا، ويحسب 36 درجة. إذا هادو 36 نحسبو 36 أسيدي، 10 20 30 ها 36 إذا 36 جاتنا هنا. إذا ندير لها هكا، ندير لها هكا هنايا. إيه بصح عطاتنا درجة ديال 36 في هاد البلاصة هادي، ماشي حتى لتحت، لا عطاتنا غير هنا. هنايا بصح إيه هاهي 36 درجة، أما الفوق هادي كثر كانت كثر هنايا، ولكن هنا تكون بها 4 سنتيمتر، لا ما تبقاش ديال 4 سنتيمتر. هنا لو تحسبها غتلقاها أقل، غتلقاها إذا عندك شحال؟ 1 2 2.5 2.5 سنتيمتر. اما بغيتي تحسبها بالطريقه اللي دايروا همايا تخلي لها 4 سنتيمتر، فهاد الزاويه ما تلقاهاش كتساوي 36، غتلقاها كتساوي كثر. هاد الزاويه غتلقاها كتساوي 50 هذايا، من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، بغيت نقول لك من هنا 50 درجه. فهمتي دابا كيفاش؟ هما داروا لك هذه باش تعاود ترسمو، ترسمو ايه ب 36 درجة، رسمنا ب 36 درجة ما عطاناش اسيدي لا. هما هي داروا هنايا ما داروش النقطة هنا، وقدر يكون نقطة يعني المسافة من بين هنا وهنا. إذا هما في كلتا الحالتين حنا رسمناها ب 36 درجة، عطانا غير أنه خصو يكون غير هنا الزاوية خصو يكون هكذا هكايا، ويكون هنايا غير 2.5 سنتيمتر. لا درنا الزاوية أكثر من ذلك ودرنا هنايا 4 سنتيمتر حتى للسي، حتى نقطة السي، فغتعطينا 50 درجة. إذا أحسب قياس الزاويتين أ سي بي فأ سي بي، حنا كاع منشوفو هذا كاع، شوفو هذا أ سي بي. فعندنا هنا 90، هاهي 90، حنا راه عارفين الزاوية قائمة فيها 90 درجة، هنا 36 درجة، فكم قياس هاد الزاوية هادي اللي بقات؟ اللي هي أ سي بي. فعندنا 90 زائد 36 شنو كتساوي لنا؟ هي 126 درجة، مجموع ديال هاد الزاويات المجهول. إذا حنا قلنا قياس الزاوية ديال المثلث كامل كيساوي 180 درجة، مجموع قياس زوايا المثلث تساوي 180 درجة، ف 180 درجة نقصوا منها 126، فكنقولوا أن 180 نقصوا منها 126، ف 10 نضربو على 8 نردو على 7، ف 10 نقصو منها 6 كتعطينا 4، ثم 7 نقصو منها 2 كتعطينا 5، 1 ناقص 1 هي 0 إذا 54، بالتالي هنايا الحمد لله عندنا 54 درجة. قياس الزوايا عندنا سيدي أ سي بي تساوي لنا 54 درجة، و دي سي أ دي هي دي سي أ دي سي أ دي سي ا ميمكنلكش تعرفها بلاتي
الا ما كاينش هذا هو. اذا ضروري خصك تكون مثلا هي 36 هنا الفوق. اذا حسبنا لكن 36 هي 180 قسمنا 36، 180 قسمنا 36 قسمنا 36. اذا غدير هكا نقيس واحد كاع دير هنايا شوف شحال كتساوي لنا هي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 او 130 130 اي 130 ونكملوا نكملوها بالمسطره 30 144 144 فهذه كتساوي لنا هاد الزاويه هذه كتساوي لنا 144 درجه. فعندنا دي سي ا كتساوي 144 144 درجه. اذا كنظن انا مفهومه 144 درجه، لان حتى هذه حتى 36 غتكون فريمون بصح حتى هنا غتكون هذه هي هذه هي تكون هنا، لان هذه تكون هنا هي 36 درجه. 36 هي 36 هي 36 درجه زائد 144 درجه شحال تعطينا؟ جمعناهم جوج تعطينا 180 هو المجموع ديال زاويه مستقيمه، زاويه مستقيمه 180 درجه. فهمتوا كيفاش دايره؟ فيها شويه ديال الخدمه تفهمها. الحصة الخامسة أدعم تعلماتي لو كادغي لا تيغ، كادغي لا تيغ يعني الرباعي، رباعي يعني الشكل الرباعي، هادو أربعة الأضلاع. لو كادغي لا تيغ أ بي سي دي أن أونجل دغوا، عنده واحد لونجل دغوا، عنده واحد الزاوية قائمة هاهي في الدي. جو بخون لي ميزور دي زوطخ أونجل أفيك مون غابوغ، ناخد الزوايا الأخرين، قياس الزوايا الأخرين بواسطة المنقلة، المنقلة، المنقلة. فناخذ الزاويه الاولانيه ندير لها هكايا هذا هنا نشوف هنا شحال تعطينا تقريبا. هنا عطانا سيدي 100 100 100 اللي هو بي، او نشوفو كان شنو عاطينها هما. هو بي اللي فيه ا في الاول، هو بي بي ا دي بي ا دي هو اللي عبرنا دابا عطانا 100. و بي سي دي بي سي دي هذه اللي عبرنا دابا في الاول هذه عطانا 110. هنا بي سي دي كندير لها هكايا، كنجيو الراس ديالها هكا كنشوفو ان 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 110 تساوي 110 110 درجة. ثم ا سي دي اللي هي ا بي سي ا بي سي الراس ديالها هو بي، ها هو بي. اذا كنديرو المنقلة هكا كندورها هكا نقطة هنا في الراس ديالها ثم الضلع فوق الضلع ثم نحسبوا شحال كاينه عندنا. عطاتنا 70 70 70 نحسب القياس ديالنا. جو كالكول لا سوم دي ميزور دي زونغل دو سو كار دغي لا تيغ. حسبوا الزاويه كاملا. اذا الزاويه كامله سيدي عندنا هذه 90 قائمه زائد هذه قلنا 100 نبداو عندنا شي خطا هنايا في هاد او هنا كانت عندنا بي سي دي لقينا فيها تايا 100 100 هنا غير 100 تايا 100 إذا 100 100 ها هنا لقينا 70. إذا غنقولو 90 ها هي زاوية قائمة بي أ سي 100 زائد بي سي دي بي سي دي تا هي 100 زائد الأ بي سي هي هادي الصغيرة هادو منفرجة منفرجة هادي قائمة هادي حادة تساوي 70. إذا غنقولو شحال كيساويونا كاملا 100 زائد 100 200 290 زائد 70
هي 160 زائد 200 هي 360، إذا 360 درجة. إذا مجموع زوايا المربع اللي كنعرفو حتى حنا ديجا كنعرفوهم هما 360. صافي، أعيد رسم الشكل التالي بالقياسات الحقيقية على ورقة بيضاء. شوف ورقة بيضاء، ثم أحسب قياسات الزاوية الأ أو دي. الأ أو دي إذا هما عاطين لي هاد القياسات، إذا ترسمو بهاد القياسات غنرسمو نقطة هاهي أو هاهي. عندنا الدال الأولاني هو نقولو هو أ، هو أو أ، هو أو أ، أو أ. عندنا الزاوية أ أو بي 45، إذا نمشيو نقيسوها بي نرسموها صحيحة. شتو هكايا نقيسوها 40، هاهي 40 أسيدي، ونديرو لها هكايا ونقولو هادي هي بي، ونقولو هادي الزاوية 45 كيما دايرين هومايا. الزاوية بي أو سي 30 درجة، إذا شتو المنقالة اللي كذلك نحطوها هنا. بي او سي شحال كدنا كتساوي؟ قال كتساوي سيدي 30، ها 30 30 هاهي. نقطة هنا ونديرو المسطرة هنايا، نقولو هاد الزاوية كتساوي سيدي 30 درجة. ثم عندنا الزاوية سي او دي، سي او دي هاهي، حنا قلنا شنو هادي شنو سميتها؟ قلنا هادي سي، إذا سي او دي كتساوي 20، سي او دي، إذا سي او دي. تنا نديرو المنقالة هنا، كتساوي 20، ها 20 هاي، نديرو النقطة هنا، ونقولو هاي، هنا دي، تساوي، هادي كتساوي 20 درجة، أنا كتجيني بحال لي زاوية قائمة هادي، ياك، شوف كتشوف، إذا لا قلنا، بحال هاد الحالة هي، شوف كي جات، جات صغيرة. شوف قارن هادي، قارن هادي مع هادي، شوف هادي كي جات، شوف هادي كي جات، جات كبيرة. إذا أنا كنقول أن لحسبناهم 45 زائد 30 هي 75، 75 زائد 20 هي 95، إذا فازت الزاوية الحادة. إذا نشوفو شحال فيها هنا، شحال عطينا بصح، أكثر من زاوية حادة. خصها توصل هنا 105، هاي 95، هاي 95، إذا 95، إذا المجموع ديال هاد الزاوية كلها، هاد الزاوية كلها من هنا حتى لهنا كتساوي هنا 95 درجة، فهي فاتت الزاوية الحادة، أنا بان لي بحال حادة ولكن هي أكثر. إذا خصنا ثم أحسب قياس الزاوية، هاهي أ اللي قلنا أ أو دي، فأ أو دي غنقولو أ أو دي، أ أو دي كيساوي 95 درجة. حسب هذاك الشيء اللي عطاونا هومايا، 45 زائد 30 هي 75 زائد 20 هي 95، إذا فات الزاوية الحادة، فكتساوي 95 درجة. هي هادي، نرسمها في ورقة بعدها. إذا هنايا جو كونستخوي لونجل دروا أ أو بي إي لونجل أو بي أو سي دو 30 دو 50 دوغري سور أون فوي بلونش. نديروها جو كونستخوي لونجل دغوا، دغوا يعني قائمة، قائمة ها هي. نديرو هذا هكايا، نديرو الرأس ديالها هو هذا، إذا نقول شنو هو؟ قالك هو شنو هي؟ هي أ، هي أ، أو ها هو الرأس ديالها، أو بي قائمة، إذا نديرو قائمة هي. هاي قائمة هي في 90، كتشوف معايا في 90، صافي 90، بي أ أو بي، بي أ
او بي فهي قائمه الزاويه. ثم قال لك بي او سي، بي او سي تكون فيها شحال؟ بي او سي، بي او سي تكون فيها غير 50 درجه، 50 درجه. شوفوا هيا بي او ثم سي تكون فيها غير 50. نديرو هكايا كنحطو النقطة هنايا، بي ها هو ضلع ما بين او بي هو تكون غير 50 درجة. كنشوفو 10 20 30 40 ها 50 وكنديرو لها هكا هادي بي او سي كما قالك، وهنا تساوي غير 50 درجة، 50 درجة. une feuille blanche il a dit que je calcule la mesure d'angle AOC 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 نحسبوا AOC هذه AOC AOC شحال دابا AOC نحسبوها اذا شحال قلنا هنا هذه كلها BOA او لا AOB ديال A اذا A او بي كتساوي 90 درجة حقاش قائمة، وعندنا بي او سي هي بي او سي كتساوي لنا 50 درجة. إذن غنقولو 90 كاملة نقصو منها 50 غتبقى لنا غير هادي هي، غتبقى لنا هي ا او سي. إذا نقولو 90 نقصو منها 50 صفر ناقص صفر صفر، 9 نقصو منها 5 4، إذا 40 درجة. وبالتالي ف كما قالو لنا هما هي الزاوية la mesure d'angle AOC AOC اذا AOC كتساوي لنا 40 درجه. اذا نقولوا هي 90 ناقص 50 كتساوي 40 دوغري، هذا هو AOC. ثم كيلي لا ناتور دو لونغل AOC، ما هي طبيعه هذا لونغل AOC؟ هاي AOC شنو الطبيعه ديالها؟ يعني دروات قائمه ايغي حاده ولا اوبتي منفرجه، فهي ايغي ايغي حاده ايغي حاده نكتبو لهم ايغي ايغي كومسا. الى هنا ننسى الفيديو، نتوما نشوفو في الاعتزال.